Hello, hello students. Welcome, welcome you on my channel. I am Mr. Jamal from Jinsibir Inglesia channel. Today for secondary stage year 3, revision for unit 1, writers and stories, vocab for unit 1. يعني مرحبا بكم في قناة Jinsibir Inglesia. في الفيديو ده هتعرف الكلمات اللي بتخص الوحدة الأولى ومراجعة الوحدة الأولى writers and stories. ماشي زي ما وعدناكم هنراجع المنهج كله وحدة وحدة لحد يونت 16. ماشي يلا نبدأ. عندنا يونت 1 writers and stories بتتكلم عن يحيى حقي. قلنا هنشرح فيها الكلمات وبس. يحيى حقي was one of the pioneers of modern Egyptian literature. Pioneer يعني رائد. خلاص؟ Of modern Egyptian literature. Literature يعني الأدب. يعني الأدب. Egyptian literature في الإنجليزي literature والأدب الإنجليزي زي مسرحيات شكسبير. كلمة literature يعني أدب، يعني قصص وروايات، قصص وروايات وشعر. خلاص؟ وبوتري. Stories, novels, and pottery. خلاص؟ As well as being. يبقى بنتكلم عن يحيى حقي، بيقول ان هو رائد الادب العربي، رائد الادب المصري، زي ما احنا عارفين ان شكسبير هو رائد الادب الانجليزي. شكسبير is the pioneer of English literature. And يحيى حقي one of the best, one of the pioneers of the Egyptian literature. As well as being an important writer, he was an expert. He was an expert in Arabic culture. خلينا في كلمة as well as. كلمة as well as بيجي بعدها الفيرب بلس ing أو النوم أو الاسم. As well as. As well as معناها بالإضافة إلى. بالإضافة إلى. بتساوي كلمة in addition to. In addition to. بيجي بعدها verb plus ing. As well as أو be ولا being. Being an important writer, he was an expert in Arabic culture. قلنا كلمة as well as معناها بالإضافة إلى، بتساوي كلمة in addition to. بيجي بعدها verb plus ing بتساوي كلمة not only but also. Not only but also. Not only but also. يعني ايه not only but also؟ Not only يعني ليس فقط، وبut also يعني لكن أيضا. تعالوا نشوف الجملة. حقي أصل الجملة إيه؟ إن حقي was an important writer. He was an expert in Arabic culture. تعالوا نشوف أصل الجملة. إن حقي حقي ماله؟ ها was. Was. ها an important writer. He was an expert in Arabic culture. In Arabic culture. تعالوا نشوف أصل الجملة. إن حقي was an important writer. استخدمنا as well as. هنشيل الفاعل وهنحط as well as هنا. As well as. بيجي بعدها الفيرب بلس ing. was تناقصها ايه؟ تناقصها be. فتبقى be. As well as being an important writer, he was an expert in Arabic culture. He was an expert in Arabic culture. تعالوا نستخدم كلمة not only. هقول ايه؟ حقي was not only. حقي was not only. Not only an important writer, but also he was an expert in Arabic culture. Not only but also. كلمة not only بتيجي بعد الفعل المساعد، بعد الفعل المساعد اللي هو كلمة was في الجملة دي. خلاص؟ طب لو not only بدأت الجملة، لو not only بدأت الجملة أقول إيه؟ ها؟ يبقى إحنا قلنا إن حقي was not only an important writer. تعالوا نكتبها. إن حقي was not only an important writer but also. واكمل بقيه الجمله الايه؟
الكتاب بقول فوق كذا 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 كذا. طيب تعالوا نبدا من اونلي الجمله، نقول ايه؟ نوت اونلي ووز هابنينج، تبقى صيغه استفهام، نوت اونلي ووز هابنينج. ها؟ ووز حقي ان امبورتنت رايتر بات اولسو هي ووز ان اكسبيرت ان ار كاركتشر. خلاص؟ يبقى احنا عندنا كلمه اس والاس بينج ان امبورتنت رايتر هي ووز ان اكسبيرت ان ار كاركتشر. خلي بالكم من كلمة Arabic culture، Arabic يعني اللغة العربية، وفي عرب وفي عربي. طب Arabic culture يعني الثقافة العربية. طيب Arabic ها؟ Arabic language، Arabic language يعني اللغة العربية. طب Arab society يعني المجتمع العربي، المجتمع العربي. طب عايز أقول دولة السعودية أو السعودية أريبيا، شبه الجزيرة العربية سعودية أريبيا. العربية. خلاص؟ يبقى احنا فرقنا بين كلمة عرب عند كلمة عربي. عندنا كلمة as well as هي تمامي، جه بعدها verb plus ing as well as writing his own novels and stories he also translated Russian. He also translated Russian. يبقى as well as بيجي بعدها verb plus ing أو يجي بعدها النون على طول. خلاص؟ طيب تعالوا نحول لكم كلمة as well as writing his own novels دي عند ستوريز نحولها نوت اونلي بات اولسو، نحولها لايه؟ نوت اونلي بات اولسو. تعالوا نشوفها هنا. As well as writing his own novels and stories. اصل الجمله ايه؟ ان حقي wrote his own novels. اصل الجمله ان حقي wrote كتب his own novels his own novels and stories he also translated it. Translated it. خلاص؟ دي أصل الجملة. طب عايزين نستخدم كلمة as well as هنجيب الفيرب ونحط له ing. تبقى as well as writing his own novels. Wrote تبقى write. طيب عايزين نستخدم فيها كلمة not only but also. Not only but also. نقول إيه؟ إن حقي not only he wrote his own novels his own novels but also ونكمل بقية الجملة التانية but also he translated it. طيب حقي not only wrote his own novels. عايزين نبدأ الجملة بنوت only. عايزين نبدأ الجملة بإيه؟ بنوت only. نقول إيه؟ نقول not only وراها صيغة استفهام جملة ماضي يبقى هجيب did يبقى أقول did he write. not only did حقي write. did حقي write مش wrote هتبقى إيه؟ مصدر. هتبقى مصدر مش wrote لأن did بيجي بعدها المصدر. يبقى not only did حقي write novels but also he translated it but also he translated it. يبقى دي كلمة as well as اللي بتساوي not only but also واللي بتساوي كلمة in addition وin addition to. in addition زي الجملة وin addition to plus verb plus باقي الكلمات. خدنا كلمة بالونير يعني رائد، literature يعني الأدب، expert يعني خبير جاي من كلمة experience خبير في اللغة العربية خبير في الثقافة العربية. ماشي. He was born in سيدة زينب ديستريكت، قلنا سيدة زينب ديستريكت يعني منطقة سكنية. ماشي. He graduated in law، كلمة graduate in بيجي بعدها التخصص graduate in law، أما graduate as بيجي بعدها الوظيفة graduate as a lawyer. يعني أنا متخرج من Faculty of Education من كلية التربية من كلية التربية Faculty of Education. شغال كإيه؟ كتيتشر. خلاص؟ و graduated from بيجي بعدها إيه؟ أقول مثلا كايرو يونيفرستي، جامعة القاهرة، طنطا يونيفرستي، graduated from بيجي بعدها المكان اللي أنت اتخرجت منه، اتخرجت من طنطا، من المنصورة، من الدقهلية، من أي مدينة من المدن، من بنها، graduated from بنها، graduated from طنطا، graduated from كايرو. ماشي. وجالكم في الامتحان كمان كلمة graduation. 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 قال لك he is
هو يكون ايه من جامعة القاهرة؟ هو يكون خريج. خريج يعني graduate. خريج يعني ايه؟ graduate. طب انت هتيجي تقول لي يا مستر ما انت قلت ان from بيجي بعدها اسم وبعدها اسم. طب ما انا عارف ان كلمة from بيجي بعدها اسم وبعدها اسم، ما كلمة graduate اسم، ولو جت كاسم معناها متخرج، ولو جت كفعل معناها يتخرج. اما كلمة graduation اللي هو التخرج، طب ما هتيجي تقول لي طب انا ممكن اقول التخرج من جامعة القاهرة، بس اقول لك هو يكون التخرج ولا هو يكون متخرج؟ graduate. ما في كلمة graduate بتيجي اسم وgraduation اسم، بس الفرق ما بينهم ان كلمة graduation يعني التخرج وgraduate يعني متخرج. I am a graduate from Tanta University. انا متخرج من جامعة طنطا. فهمتم؟ يبقى في graduate in وgraduate as وgraduate from وكلمة graduate وكلمة graduation. خلاص. He began his career as a diplomat and he worked abroad for more than 20 years. كلمة career. كلمة career يعني الحياة المهنية أو الحياة العملية. career الحياة العملية. ماشي؟ وعندنا كلمة career بتساوي كلمة job، وفي كلمة work، وفي كلمة profession. Profession يعني مهنة. The profession of medicine. The profession of teaching. Profession of medicine يعني مهنة الطب. و profession of teaching مهنة التدريس. يبقى كلمة profession يعني مهنة، كلمة work يعني يعمل، وبتيجي معنى العمل اسم لا يعد، وكلمة job يعني الوظيفة. أما تسأل واحد عن وظيفته وتقول له what is your job؟ وكلمة career يعني الحياة المهنية أو الحياة العملية. He began his career as a diplomat and he and as a diplomat. كلمة diplomat. كلمة diplomat وبيقول لك كلمة كمان بروتيشن. كلمة دبلوماسي يعني دبلوماسي، شخص ايه؟ دبلوماسي. أما بروتيشن يعني سياسي. يعني ايه كلمة سياسي؟ بروتيشن يعني شخص في السياسة، في البرلمان، راجل سياسي في البرلمان، بيشتغل في البرلمان، بيشتغل في الحكومة، بيشتغل في حزب معين، بيقول عليه راجل ايه؟ بروتيشن. أما كلمة دبلومات بيمثل دولته في دولة تانية، فتقول عليه ده شخص دبلوماسي. يعني زي كده مشكلة سبت النهضة، فاحنا بنبعت دبلوماسيين يمثلونا هناك. دبلومات زي السفير كده، السفير بيبعت هناك، لكن الدبلوماسي شخص بيتكلم باسم الحكومة. خلاص؟ يبقى هي بيبان هيز كارير از دبلومات، قلنا كارير يعني وظيفة، ودبلومات يعني دبلوماسي. هي وركت ابرود فور مور ذان 20 ييرز. كلمة ابرود. كلمة ابرود معناها كلمة ابرود معناها في الخارج. يعني اقول ترافل ابرود يعني يسافر خارج مصر. ترافل اوفر سي يعني خارج مصر، او سايد ايجيبت يعني خارج حدود الدولة اللي هو فيها. واحد من تركيا سافر ايطاليا، فهو بيسافر خارج الدولة اللي هو موجود فيها. يعني ما تروحش مثلا بورسعيد وتقول لي ايه انا مسافر ابرود خارج مصر. خارج مصر فين؟ يبقى كلمة ابرود، وفي كلمة برود، وفي كلمة بورد. كلمة بورد اون بورد على متن السفينة، على متن السفينة. لكن برود يعني وايد، يعني كلمة عريض. خلاص؟ هي وركت ابرود فور مور ذان 20 ييرز. طيب الايطالي يعني تركي ترافل ابرود جيف هيم اكسبيرينس، اداك له اكسبيرينس. في عندنا كلمة اكسبيرينس وكلمة اكسبيرمنت. كلمة اكسبيرينس يعني خبرة في الحياة. اكسبيرينس. ماشي؟ أو خبرة في التدريس، يعني في مدرس بيشرح كتير فعنده اكسبيرينس، عنده خبرة. خلاص؟ خبرة عملية. لكن كلمة اكسبيرمنت يعني هي تجربة علمية، يعني في المعمل. يبقى اكسبيرمنت يعني تجربة علمية في المعمل، زي ما قلنا اكسبيرمنت يقوم بتجربة علمية في المعمل، زي التجارب اللي انتوا بتعملوها في العلوم وفي الكيمياء وفي الفيزياء، دول تيجي تقول عليها اكسبيرمنت.
اكسبيرمنت، لكن كلمه اكسبيرينس يعني عنده خبره في الحياه او خبره عمل او خبره في شغل. خلاص نفهم اكسبيرينس. As he was working, he was also writing stories. يعني وهو بيكتب وهو بيعمل بيشتغل كان بيكتب قصص. هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل دبلوماسي. هو مسافر بره كان بيكتب ايه؟ قصص. يبقى دي كلمة بينما، كلمة as as أو as بتساوي كلمة while. أنتوا عارفين إن while دي بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط، بس هنا جه ماضي مستمر ماضي مستمر علشان مفيش حدث قطع التاني. هو اللي بيجي بعدها ماضي مستمر. خلاص؟ أي كلمة while بيجي بعدها جملة الماضي المستمر. طب الجملة التانية ممكن تبقى ماضي بسيط أو ماضي مستمر. ماضي بسيط لو حدث قطع الماضي المستمر، يعني لما أقول له بينما هو كان يذاكر النور قطع، يبقى النور قطع دي إيه؟ ماضي بسيط. طيب هو كان شغال، كان بيكتب قصص، كان شغال وبيكتب قصص، الحدثين مستمرين مع بعض في الماضي. فقلنا هو الماضي مستمر، ماضي مستمر. His short story published and 1925 established him as one of the greatest writers of the Arab world. تعالوا نشوف كلمة published. كلمة published. أما أقول his short story، his short story قصته نشرته وجابها ما بين كوما كوما وكوما ماشي established him. أصل الجملة اللي his short story established him as one of the greatest writers of the Arab world. فعلا هي القصة الفاعل اللي قام بالفعل اللي هو استبلش اللي خلاته، ودي جت في الامتحان التجريبي في شهر مايو ليكم في الاختيارات. يبقى كلمة ايه استبلش؟ استبلش يعني ايه؟ قلنا أسسته أو خلاته أو ميد هام از ون اوف ذا جريتست رايترز اوف ذا عرب ستوريز، يعني كتبته للقصص القصيرة خلاته أو أسسته إن هو واحد من الكتاب المهمين. طب ايه كلمة ببلش؟ يعني ممكن يشاهد خالص ممكن يشد، بس هي لها معنى. هي لها معنى في ايه؟ published in 1925. هي ملهاش لازمه في الجمله، ملهاش، لان هي جمله وصف، جمله ضمير وصف، ملهاش معنى في الجمله بس لها معنى. ازاي؟ his short story published in 1925. اصل الجمله من his short story established him as one of the greatest writers، ان قصته خلته واحد من الكتاب. طب دي مش مبنيه المجهول ليه؟ ما هي القصه هي اللي خلته، فما ينفعش اقول هوز استبلش، لا هي استبلش صح. طيب امال ايه كلمه ببلش دي؟ ببلش دي يعني كلمه نشرت، يعني المفروض تبقى ببلش هنا صح؟ لا المفروض تبقى هوز ببلش، هوز ببلش، او المفروض تبقى هوتش هوز ببلش، هوتش هوز ببلش. طب ما هي مكتوبه ببلش، هقول لك ببلش دي صح. طب لو ممكن تبقى which was published؟ اه صح برضو، يعني الاثنين صح؟ اه يعني ممكن اقول ان القصه which was published اللي نشرت، اللي نشرت وجبناها which ما قلناش هو عشان القصه بالعربي، فقلنا هي الشورت ستوري هو which was published هنا، هو which was published. او ممكن نشيل ضمير الوصف زائد verb to be ونسيب التصريف الثالث بيحل محل، بيحل محل ضمير الوصل وفيرب تو بي. يعني ممكن نقول الشورت ستوري ببلشد او ويتش ووز ببلشد. قصد الكلام ايه؟ قصد الكلام ان احنا ممكن نحذف ضمير الوصل، ضمير الوصل هتكون فين؟ فوق خالص اهي. ممكن نحذف ضمير الوصل زائد فيرب تو بي زائد التصريف الثالث، ممكن ضمير الوصل زائد فيرب تو بي زائد التصريف الثالث، اما يوصفهم اسم ممكن بيساوم التصريف الثالث بس، يعني نشيل كل ده وممكن نسيب التصريف الثالث بس. خلاص؟ فعشان كده خلينا الجمله دي مهمه، فعشان كده قلنا الشورت ستوري بابلش ان. خلاص؟ He helped poor and disabled people. He wrote a collection of short stories. Collection يعني مجموعة، مجموعة قصص جاية من كلمة collect. خلي بالكم من كلمة كوليكت وكلمة انكلود، كلمة كوليكت وكلمة انكلود، كلمة كوليكت يعني يجمع وانكلود يعني يضم، زي قلب الفريق بتضم 11 لعيب، انكلود يعني بتضم، لكن كوليكت يعني يجمع وكوليكشن يعني مجموعة، مجموعة من القصص تقول عليها ايه؟ كوليكشن.
collection of the short stories. قلنا he helped poor and disabled people. Disabled يعني غير قادر. Disabled يعني ايه غير قادر. كلمة disabled. تعالوا نشوف كلمة disabled. كلمة able يعني قادر و able to يعني قادر على وكلمة enable يعني يتمكن وكلمة able عكسها كلمة disabled. disabled to يعني غير قادر على و disabled دي صفة ماشي. فقمنا هنا هيك بتقول صفة and disabled people. disabled people ما ينفعش اقول disabled people لازم التيم لان disabled هتبقى صفة للpeople الناس الغير قادرين خلاص. The post man was made into a fan. يعني هو عمل قصة اسمها البوست مان ساعد بريد. مين ده؟ يحيى حقي طلب. يعني مين اللي كتب القصة؟ يحيى حقي ولا ساعد بريد؟ لا ساعد بريد ده اسم القصة اللي كتبها. اللي كتبها مين؟ يحيى حقي اللي تحولت لايه؟ لفيلم. هي اللي حولت نفسها ولا حولت؟ حولت. يبقى البوست مان ساعد بريد دي اسم القصة مش هي اللي حولت نفسها فخليناها في المجهول. فقلنا بوز ميد ما قلناش ميد بس علشان مبنيه للمجهول. بوز ميد انتو افل خلاص. اصل الجمله ان ايه اللي هي حقي ميد ذا بوست مان حولناها للمجهول وقلنا ذا بوست مان بوز ميد بوز بالتصريف التالي بوز ميد 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 انتو افل. عرب سوسايتي عرب لانجوج قلناها ان في فرق بين كلمه عرب وعربك. عنده ستايل اوف رايتنج. ستايل اوف رايتنج يعني اسلوب. يعني المدرس عنده ستايل اوف تيتشنج اسلوب للتدريس. وخدنا الجمله دي اللي هي بتاع عايز بالاس وشرحناها ونسينا نشرح كلمه ترانسليت. كلمه ترانسليت يعني يترجم. يعني يترجم ايه؟ يعني يترجم للغات. يعني يترجم ايه؟ ترانسليت انتو عربي، ترانسليت انتو انجلش، ترانسليت انتو راشن، ترانسليت انتو فرانس. خلاص يبقى ترانسليت يعني يترجم. طب ترانسبلانت. ترانسبلانت يعني ايه الاعضاء زي الهارت. ترانسبلانت نقل الاعضاء بتاع مات يعقوب بين الايه؟ القلب. ترانسبلانت. وفي ترانسبورت يعني وسائل المواصلات. ترانسليت. وفي ترانسفير. ترانسفير ترانسفير برضه اللي هو النقل ماشي. يبقى كلمه ترانسليت ترانسبورت 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 وسائل النقل اللي هي المواصلات. لكن ترانسفير يعني ايه؟ نقل زي الاسلاك كده والالكترونيات والجي زي الراوتر كده هو بينقل. بتقول عليه ترانسفير داتا. بينقل الداتا. ترانسفير داتا زي الكمبيوتر كده. ترانسفير داتا ما تقولش ترانسبورت داتا. لا هي كلمه ترانسفير داتا خلاص. وقلنا كمان اخر جمله حقي is still sold. is it still sold ولا is still sold؟ لا هي is still sold. طب ما يجي واحد يقول لي طب ما كلمه حقي دي فاعل عائد هو اللي بيقوم بالفعل. لا هي اصل الجمله مش حقي اللي بيقوم. لا حقي بيقول عليه. الناس بتقول عليه مش هو اللي بيقول على نفسه. لا الناس بتقول عليه. الناس بتقول عليه ايه؟ مش هو اللي بيقول على نفسه. الناس بتقول عليه ايه؟ بتقول ان حقي از ستيل صوت اوف از فازر اوف ذا مودرن شورت ستوري. هو ابو القصه القصيره. هو ابو القصه القصيره يعني شاطر في القصص القصيره ماشي. يعني مفيش حد زيه شاطر بيكتب القصص القصيره. فعندنا حقي از ستيل صوت اوف. طب واحد يقول لي اصل الجمله ايه؟ اصل الجمله ان البيبول سينك ذات. اصل الجمله ايه هنا؟ people think that. think that ان حقي إيه هو ابو القصه القصيره. طب حولنا people think that الى ايه؟ think حقي ذات. think حقي ذات. ونكمل بقى ايه الجمله؟ the father of the short story. ان هو he was the father of the short story. طيب دي اصل الجمله. طب حولناها للمجهول ازاي؟ هنبدا بحقي اللي هو المفعول. هنبدا بحقي ونقول حقي ماشي. هي كلمه سنك يعني اعتقد. سنك دي مضارع يبقى مضارع بسيط. اما اس بارز التصريف الثالث يبقى حقي از. التصريف الثالث من سنك تبقى صوت. يبقى حقي الصوت. از ستيل صوت مش ستيل الصوت. لا هي از ستيل صوت. ستيل بعد فيرب تو بي خلاص. يبقى احنا كده عرفنا
كلمات لرايترز اند ستوريز. ماشي، تعالوا نكمل باقي القصه. عندنا اخر حاجه كلمه الفرق ما بين كلمه افكت وكلمه ايفكت. كلمه افكت وكلمه ايفكت. كلمه افكت دي فيرب، فعل يعني فعل، لكن افكت دي اسم، بتيجي كاسم، بتيجي كايه؟ كاسم، يعني السوشيال ميديا بتاثر على الراي العام. تعالوا نقول بالانجليزي سوشيال ميديا، ها بتاثر يعني ايه؟ افكت، افكت ذا بابليك اوبينيون. ذا بابليك اوبينيون يعني الراي العام، وسائل التواصل الاجتماعي بتاثر على الراي العام. ماشي، فكلمه فاخترنا هنا كلمه افكتس، ما اخترناش افكت ليه؟ لان احنا هنا محتاجين فعل، محتاجين فعل اللي هو كلمه يؤثر. طب عايزينها تاثير، تعالوا نقولها بالطريقه الثانيه، نقول ايه؟ السوشيال ميديا هاز نوت اون ذا بابليك اوبينيون. يبقى نقول ايه؟ has an effect، has an effect. كلمة effect، effect يعني كلمة تأثير. يبقى عرفنا الفرق بين كلمة effect وكلمة effect. خلاص، تعالوا نشوف حاجة كمان في الوحدة الأولى اللي هي كلمة a 10 minute break. يقول إن إحنا هناخد راحة 10 دقايق. كلمة a 10 minute break، طب واحد يقول لنا كلمة 10 يعني 10 وminute دي يعني دقيقة، المفروض تبقى minute. هقول لك لا غلط. ليه؟ لأن دي كلمة break اسم، فكلمة minute هتبقى صفة لكلمة break، يبقى أقول a 10 minute break مش a 10 minutes break. ليه؟ لأن كلمة minute هتبقى صفة لكلمة break، وقلنا a مفرد، يبقى ما أقولش minutes، minutes تبقى غلط. خلاص؟ وعرف كلمة fixed من الكلمات برضه اللي قابلتنا، وكلمة ايميل اتاتشمنت. كلمة ايميل اتاتشمنت يعني ملحقات الايميل. اتاتشمنت يعني ملحقات الايميل، يعني انت بتدور في الايميل بتاعك بتلاقي كلمة اتاتشمنت، الملحقات، المحذوفات، المرسلات، كده. خلاص؟ ثانك يو جايز، شكرا ليكم، وتابعونا وحطوا لايك للفيديو وشير، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات علشان نكمل لكم بقية الوحدات ليونت 16. احنا شرحنا في الفيديو اللي فات الدراما، وادي الفيديو ده الكلمات. ماشي، شكرا، ثانكس جايز، اند سي يو نيكست تايم.